السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان الأخوات داخل المغرب وخارج المغرب، تحية كبيرة وكبيرة لكم بزاف بزاف. كنحييكم من المنبر نتاع دار الشريفة كريمة المجدوبة من مدينة وجدة. الفيديو نتاع اليوم واللايف نتاع اليوم إن شاء الله غادي يكون حتى هو عن مرض سرطان، بصح ماشي غادي نشرح لكم ولا غادي نوضح ولاني غادي نشرحوا مواضيع اخرى ندخلوا فيها ان شاء الله. عاد نهضروا على مرض السرطان. بزاف نتاع الناس كيدخلوا عندي على القناه نتاعي وكيبغيو يستفسروا على هذا الموضوع، كيبغيو نوضح لهم، كيقول لك واش نجيو عندك، واش نقدروا نجيو نديروا العلاج عندك على هذا المرض، واش نقدروا. وانا وضحت لكم بعض الفيديوهات عندي وقلت لكم الاخوان الاخوات على اساس ان الانسان كي كيكون كبير فايت لاج نتاع 20 و30 و40 ما نقدرش نستقبله، ماشي ما كنبغيش في داري ولا شي حاجه، ولاني كان بغيش نعذب الناس عندي لان الناس مريضه والطريق والبرد، وكاين اللي ما عندوش الامكانيات، كاين اللي ما يقدرش يتواصل يقدر يشد الطريق، كاين كل واحد وكيفاش المرض نتاعو. ملي كنبغيش نعذبهم كنقول لهم ربي سبحانه وتعالى سخرنا هذا الدواء للناس كاملين، راني شرحتها لكم في بعض الفيديوهات ما غاديش نولي نعاودها، ولاني ماشي مشكل غادي نوليو نكرر الموضوع ونقول لكم بلي ان هذا العلاج وهذا الدواء راه سخر فيه الله سبحانه وتعالى لاي واحد في الدنيا، والا الا داروا راه مسخر فيه الله. سواء كنقولها لكم انت ولا الاخ ولا الصديق ولا الجار ولا اي واحد يديروا لك، مسخر لك الله فيه سبحانه وتعالى. ولاني يديروه الاخوان ماشي غادي غير ما تعجب ما جد الطريقه ما فهمش الطريقه، راه كلشي واضح في الفيديوهات واللايفات اللي كنديرهم نتاع هذا المرض، راه واضح في هذا الشيء. الله يخليكم، حاولوا ما امكن انكم تشوفوا اللايفات والفيديوهات مزيان مزيان وتشوفوا الطريقه وديروها، راه ربي مسخر فيها حتى من عندكم، والله يشافي ويعافي امه محمد اجمعين. اخوان الاخوات، اليوم الفيديو نتاع اليوم واللايف نتاع اليوم بغيت نوضح فيه بعض الامور للناس وللشعب المغربي، كثرتوا داخل الوطن وخارج الوطن كنوضح لكم هذا الموضوع هذا وجيت نفسر به، لان هذا الموضوع هذا الله يخليكم الله يخليكم حاولوا ما امكن انكم تكونوا فيه جديين وتدخلوا تبارطاجيوه لجميع الناس اللي تعرفهم، لان هذا الفيديو خاصو يتبارطاجو الناس كامله والعالم كامل خاصها تشوفوا باش ديروا. هذا راه ماشي ضحك ولا زعقه ولا مرض عادي ولا بسيط ولا شي حاجه تافهه نتهاونوا فيها ولا ما نعمروش بها سواقنا، ولا راه نقولوا حق حق عجز فيه الطيب وانتيا ما الناس الطب ما داواش وما براش وما كذا وما كذا، وانتيا غادي ديري ولا انت غادي تفعلي ولا. انا كنقول لكم انا ايه مسخره، انا بداتي الاخوان والاخوات ايه مسخره، مسخره الامه كامله انني نعطيها الطريقه نتاع الدواء. ديروه ديروه لله في سبيل الله، راه ما من موراه لا فلوس ولا اتعاب ولا حتى شي حاجه، راه من موراه اجر عند الله. اللي دار فيه يد ولا وقف فيه ولا خدم فيه ولا رسل ولا اي طريقه من الطرق، والا راه ربي سبحانه وتعالى عنده اجر عنده باش نعالجوا الوليدات نتاعنا، لانهم صبيه صغار عاد ما شافوا في الدنيا والو، باغيين يشوفوا باغيين يعيشوا باغيين يكونوا. نحاولوا نبارطاجوا هذا الفيديو باش كاع الناس توصلها وتعالج هذه الوليدات وهذه الصبيه. هادو غير ملائكه الرحمن ماشي كبار غادي نقولوا صافي فات وقيتو داز ومشاو صافي براتو ولا جاتو ساعتو الله يرحمو. هادو دنيا، هادو ملائكه الرحمن غير صغيورين مساكن باغيين عادي يشوفوا، عاد والديهم فرحانين بهم للدنيا باغيين يشوفوهم وباغيين يعيشوهم كيما بغاو هما، ويشوفوهم يقراو ويشوفوهم يتمشاو ويشوفوهم يدور كيما بغاوهم هما في الخاطر نتاعهم. داكشي كنوريكم الحالات، مع انني انا كنقولها لكم ما كنبغي في الدواء نتاع الا نتاع الروحانيات ولا نتاع السحر ولا نتاع العلاج نتاع المرض الاعصاب ولا نتاع اي علاج عندي، ما كنبغيش ندير الناس معاه في عندي في لايفات ولا فيديوهات ولا نخرج معايا الناس نبينهم، باش عاد الانسان ولا عاد الشعب المغربي يتيقني باللي انني عندي واحد القدره انني قادره نعالج الناس ولا كندير الدواء ولا هادي ولا هادي، لا داعي لها. مريض الوليد مريض بزاف، غادي نوريكم الحاله نتاعو، عنده حبيبه في الحجر نتاعو لا اله الا الله، شعب غادي ماشي غادي تضامنوا معاه، شعب وامه غادي يشفها. انا ماشي كلامي وقطعني، دمرني دمرني اقسم لكم يمين الله، دمرني صبي صغير تاع 3 سنين، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. شوفوا الاخوان كرهتها، شوفوا الاخوان عندهم مسكين ما قتلت ما المرض كلاه دخلوها عليه رياح، كلش اللي غادي يفهم هذه الكلمه وليني دخلوا عليه، لان حتى الوالدين كي شفتو قلت لهم تدخلوا عليه رياح، لان كلاه ما بقاش غير في ديك البلاصه نتاع الحجر، كلاه كلاه البيت نتاعو كامل كيشف 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 الاخوان كيشف كيشف صبي صغير كيشف.
كيشفنا الاخوان، كيشف هذاك الصبي، اقسم لكم يا بالله الا كيشف. عاوني فيه نعالجو من كل جميع الامراض اللي عنده، ونشوفو صبي يتمتع في الدنيا ويشوف الدنيا والحياه مدى محي. تمنيت من الله سبحانه وتعالى وربي ما يخيبنيش ويعيش هذا الوليد. اي واحد في العالم داخل الوطن خارج الوطن بغى اي طريق اي وصفه كما نقولوا حنا لهذا العلاج، هذه الوصفه عفوا هذه الوصفه، اي واحد يتصل بيا ولا يدخل القناه نتاعي راه فيها الوصفه كامله وفيها فيديوهات كامله، ندير فيها فيديوهات، داير لايفات، داير الطريقه، داير الوصفه، داير كل شيء. يدخلوا اللي ما قدرش يتصل ولا ما قدرش يشدني في التليفون يدخل القناه نتاعي شريفه كريمه مجده، غادي يدخل يلقى فيها اللايفات وفيديوهات، ينقل الطريقه ونقول الاستعمال ونقول كل شيء، ويديره ليه ولا للناس ولا من مبغى، يعني حاولوا اننا نساعدوا مع بعضياتنا وصافي. داري وزاويتي محلوله للكبير والصغير، غير واسمو الاخوان ما تديوهاش مني شي نظره. راني كنقول لكم انا ماشي ما كنبغيش الكبار في داري، ما كنبغيش العذاب ليهم، لان الانسان راه مريض 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 مريض، باش غادي يجيك من السبيطار بلومبيلونس حتى للدار وتهبطيه في كيباياس، ولا يجي واحد ما يقدرش يتمشى، ولا مرا كبيره، ولا واحد معدوم، ولا ويجي على هاد الطريقه مسكين من البعد والبرد والطرقان. واني كنقول لكم على حسب الامكان، ما كنبغيش نعذب الناس، كنقول لهم حتى في دارك راه عندك العلاج. ما بالنسبه للصغار اللي قادر يدير في دارو على راسي وعينيا، واللي قادر يجيبو عندي من راسي الفوق الف مرحبا مرحبا. نطلب ربي نكون سبب لعلاج هاد الوليدات يعيشوا للدنيا، هذه هي امنيتي. المغاربه داخل الوطن وخارج الوطن كنحييهم تحيه كبيره بزاف بزاف، كنقول لكم نبغيكم ونموت عليكم، وانا مغربيه ديالكم، ونبغيكم من قلبي من قلب صميم 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 اعماق ديالي. كنحبكم المغاربه ونموت عليكم، والله يشافي كل مؤمن وكل مسلم. شكرا بزاف بزاف.